الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف موضوع كيف نحسب الاحتمال اللاحق. How to calculate the posterior probability. Posterior probability أو الاحتمال اللاحق موضوع مهم جدا في موضوعات أو حقول كيف نبني شجرة القرار، how to build a decision tree، بالاقتصاد، بالفاينانس أو التمويل، بإدارة الأعمال وما شابه. أقدم طبعا هذا المثال إن شاء الله البسيط أو المقطع بمثال بسيط. لنفترض بأن احتمال ارتفاع سعر سهم شركة الاتصالات هو 89% من الحالات. أرجو التدقيق بالكلمات هنا، المقصود الآن احتمال ارتفاع سعر سهم شركة الاتصالات 89%، المقصود بها ماذا؟ أنه من كل 100 مرة تم تداول هذا السهم في السوق، 89 مرة من 100 مرة ارتفع السعر، وطبعا 11 مرة بالحالة هاي انخفض. لكن هذا الارتفاع يتغير، أو الارتفاع والانخفاض طبعا، لكن هذا الاحتمال يتغير مع أحوال السوق. فاحتمال أن تكون أحوال السوق جيدة، لاحظوا، احتمال أن تكون أحوال السوق جيدة وأن يرتفع سعر السهم بالوقت نفسها 71%. مقصود بذلك أنه من كل 100 يوم تم فتح السوق والتداول فيه، 71 يوم كان الآن حالة السوق جيدة، وعكسها طبعا 29 يوم كان حالة أقل من جيدة، يعني إما معتدل أو سيئة. لكن هناك يعني هنا الآن هنا حدثان، حدث أن يكون السوق جيدا، وهنا أنه ارتفع السعر السهم. ف 71% عندما يكون جيد بيرتفع السعر. أوكي، نطرح السؤال الآتي، ما هو أن تكون أحوال ما هو احتمال أن تكون أحوال السوق جيدة إذا علمنا بأن سعر سهم الاتصال ارتفع؟ بمعنى آخر، لاحظوا لي أحبتي، بأن هذا الحدث علم، ما نريد أن نعلم من هذا الحدث ما هي أحوال السوق. إذا ما هو احتمال أن تكون أحوال السوق جيدة إذا علمنا بأن سعر سهم الاتصال ارتفع؟ فهذا الحدث السابق وهذا الحدث اللاحق، من هنا أتت كلمة posterior probability. فالآن طبعا ليس سأحسبها الآن، هذا الحساب هاي ليست posterior probability، هاي conditional probability، لكن سنستخدمها في حساب posterior probability أو الاحتمال اللاحق. الإجابة على هذا السؤال، احتمال أن تكون، لاحظوا لي ما هو احتمال أن تكون أحوال السوق جيدة، احتمال أن يكون السوق جيدا إذا علمنا هذا الحدث الأول، إذا علمنا بأن سعر السهم ارتفع، يساوي احتمال أن يرتفع السهم وأن يكون السوق جيد بنفس اللحظة، ارتفاع مع جود جيد مقسم على احتمال ارتفاع، وتساوي بهذه الحالة 71% مقسم على 89% وتساوي 0.798 تقريبا 80%. الآن دعنا نعكس السؤال، ما هو احتمال ارتفاع السهم، سعر السهم إذا علمنا بأن السوق جيد؟ يعني هنا سألنا أنه ما هو احتمال أن يرتفع أو أن يصبح السوق جيدا أو أن تكون حالته جيدة إذا علمنا بأن سعر السهم ارتفع. الآن سنطرح نقول ما هو احتمال أن يرتفع السعر إذا علمنا بأن حال السوق جيد. لنفترض بأن احتمال أن يكون حال السوق جيدا 75%، غيرناها الآن، بدل 71 75 صارت من الحالات. فما هو احتمال ارتفاع سعر السهم؟ يا سلام، إذن السؤال قبل أن أكتبه سيكون احتمال ارتفاع السهم إذا علمنا بأن حالة السوق جيدة، وبالتالي هذا فعلا probability، هذا احتمال ارتفاع سعر السهم إذا علمنا بأن حالة السوق جيدة، وتساوي احتمال أن يكون جيدا وأن يرتفع السهم مع بعضهم البعض، حدثين وقعا مع بعضهم بعض، مقسم على احتمال الحدث الأول اللي هو الثاني إذا علمنا، وبالتالي هذا الحدث السابق، هذا الحدث السابق يساوي 71% مقسم على 75% يساوي 0.947. مهم جدا 0.947.
نتابع على بركة الله. هنا الآن هذه نسميها احنا احتمال أن يكون حال السوق جيدا إذا ارتفع سعر سهم الاتصالات، وهنا احتمال أن يرتفع سعر سهم الاتصالات إذا كان حال السوق جيدا. هذه نسميها احنا الاحتمال المشروط conditional probability، هذا هو ما يسمى الاحتمال المشروط conditional probability. سنستخدم هذا الاحتمال مع ما يسمى بالmarginal probability حتى نحسب ما يسمى posterior probability. نتابع إن شاء الله. هنا يمكننا استخدام قانون السلسلة في الاحتمال chain rule of probability في حساب الاحتمال المشترك بين حدثين joint probability. لنقل مثلا الحدث A والحدث B، ما هو الاحتمال المشترك المشترك joint probability بين حدثين، حيث يعرف الاحتمال المشترك بين حدثين كما يلي. الآن probability احتمال A و B وقعا بالوقت نفسه A و B تساوي احتمال A مضروب في احتمال A إذا علمنا بأن B وقعت. أرجو الانتباه إلى الكلمات، انتباه الشديد، احتمال A و B وقعا الحدثان وقعا في الوقت ذاته A و B تساوي احتمال A مضروب في احتمال probability of A لA إذا علمنا بأن B وقعت. ما يعني الآن إذا أخذنا الآن قسمنا الطرفين على احتمال A وبالتالي تساوي probability of A given B، هنا إذا احتمال الحدث إذا علمنا بأن B وقعت تساوي احتمال A و B مقسم على احتمال A، وبالتالي فإن وقوع B يعني الآن بأن probability of B أكبر من صفر، لما يكون الحدث وقع احتماله أن يكون أعلى من صفر، ويكون بالتالي بالحالة هاي احتمال A إذا علمنا بأن B وقعت تساوي احتمال A و B مقسم على احتمال B وتساوي احتمال A و B مقسم على احتمال B وتساوي بالحالة هاي احتمال A مضروب في احتمال B إذا علمنا بأن A وقعت مقسم احتمال B. هذا الآن مهم جدا. الآن نحسب الاحتمال اللاحق posterior probability. لدينا احتمال مشروط هذا المعروف probability of A معروفة probability of B معروفة، والاحتمال المشروط احتمال B إذا علمنا بأن A وقعت معروفة، وبالتالي posterior probability يكون كما يلي، احتمال A إذا علمنا بأن B وقعت تساوي احتمال A مضروبة في احتمال B إذا علمنا بأن A وقعت مقسم على احتمال B. سأبينها الآن بمثال عملي بإذن الله. هنا الآن مثال، لنفترض بأن المعلومات الآتية عن احتمال حال السوق واحتمال سعر السهم احتماله يعني ارتفاع وانخفاضه كانت كما يلي. هاي الآن احتمال ارتفاع سهم الاتصالات 89%، هاي الآن رقم بالنسبة لي مهم جدا. الآن السوق في حالة جيدة في 71% من الحالات، السوق في حالة معتدلة 17% من الحالات، السوق في حالة سيئة 12% من الحالات. يجب أن تكون المجموع هنا بعدين بزمحها، أن عندما ارتفع السعر، الآن ارتفع سعر السهم تغيرت البيانات أعلى لتصبح كمالي، أصبح السوق في حالة جيدة 89% من الحالات، أصبح السوق في حالة معتدلة 18% من الحالات، أصبح السوق في حالة سيئة 3% من الحالات. الآن مجموع هذول يجب أن يكون واحد صحيح، وهنا مجموع يساوي واحد صحيح. الآن نبدأ بالاحتمال probability of price، هو احتمال أن يرتفع السعر مضروب في احتمال أن يكون حال السوق market condition مقسم على احتمال السعر يساوي احتمال السعر مع حالة السوق. سأبينها بالأمثلة التالية. الآن هنا في عندي هناك حالتان، حالة ارتفاع وانخفاض، هاي حالة الارتفاع وهاي حالة الانخفاض. أوكي، عندي حالة الارتفاع مرة مرتين، معتدل مرتين، وانخفاض مرتين، فعند ارتفاع وانخفاض إذا كانت حالة السوق جيدة جيدة لحظوري، فعندي احتمال الارتفاع 89 ضرب 71، 89 ضرب 71 وتساوي فاصلة 0.6319. هاي إذا كان حال السوق جيد، حال السوق جيد فاحتمال ارتفاع السهم بالحالة هاي تساوي 63% يعني قول 64% أو 63.2%، واحتمال أن ينخفض السعر تساوي 1 صحيح اللي هو 100% مطروح منها هذه، لأنه الاحتمال المعاكس لها أو المتمم لها فبكون 11% هون
مضروب 89 79% اللي هي حالة هنا أصبح الحالة جيدة هنا أوكي، وتساوي 11% مضروب 0.089 الجديد هذا الرقم الجديد هذا 0.089 0.869. أوكي الآن معتدل إذا كان حال السوق معتدل هو 17 وهنا 18 فهون 89 ضرب 17 هنا 17 تساوي 15.13% وهنا واحد صحيح هناك 89 هذا دائما وأبدا القاسم مشترك مضروب في 18 وتساوي 0.0198. إذا كان حالة السوق سيئة هنا تساوي 12% وهنا 3%، فبالحالة هاي الاحتمال الارتفاع تساوي 0.1068.003 هنا 11 مضروب ب 0.03 وتساوي 0.003. الآن في جميع الأحوال يجب أن تساوي هذه المجاميع، إذا جمعنا هذه مع هذه مع هذه 89% وهذه مع هذه مع هذه 11%، وهنا الآن مجموع الاحتمال الجيد 0.718، احتمال المعتدل 0.1711، واحتمال السيء 0.1108. لازم يكون هذا واحد صحيح وهذا واحد صحيح، بكون فعلا واحد صحيح المجموع. الآن ما هو posterior probability؟ هذا posterior probability احتمال أن يرتفع سعر السهم إذا علمنا على سبيل، ويمكن أن تغير هذا، بدك معتدل، بدك جيد، بدك سيء، أنت حسب ما تحتاج. فاحتمال أن يرتفع سعر سهم الاتصالات إذا علمنا بأن حال السوق معتدل تساوي احتمال ارتفاعه ضرب احتمال أن يكون معتدل إذا ارتفع، إذا علمنا بأنه ارتفع، مقسم على احتمال الاعتدال أو المعتدل، وتساوي 0.89 هذه مضروب 17% هذه مقسم على 0.1711 هذه المعتدل هنا، لاحظوا لي joint probability هي مهم جدا، وتساوي 0.8842 هذا هو الاحتمال اللاحق أو posterior probability. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم، راجيا أن أكون قد قدمتكم الفائدة المرجوة منه. أرجو أن تشاهدوا أكثر من مرة هذا المقطع، مرة مرتين ثلاث، وتدققوا بالكلمات حتى تستوعبوا كثير من الأفكار التي قد تبدو غامضة. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.